تعرضت للاغتصاب الجماعي والفردي والاستعباد والبيع والشراء من قبل عناصر داعش. تحدثت عن أخواني الستة الذين تم رميهم بالرصاص، وعن أمي التي قتلت، وعن الكثير من الأمهات الأبرياء. وألماس غريبة الذين قتلوا أثناء محاولتهم الهرب من الاستعباد دون دفن. يعني اللي جوايا مو بس أني، كل اليزيديين وخاصة الناجيات اللي اجوا من ايد داعش اللي هربوا، نتمنى ناخذ حقنا، نتمنى انه اللي اخذوا منا حياتنا، اللي اغتصبونا، اللي باعونا، اللي قتلوا اخواننا وابائنا وامهاتنا يتحاسبون امام العدالة. الاف البنات اليزيديات الان في اسواق داعش، في مقرات داعش، يبيعون كسبايا بيناتهم في سوريا وفي العراق. اكثر من 1200 طفل يزيدي في معسكرات داعش يتدربون على الأسلحة وعلى نفس الفكر الإرهابي. هذه الرسالة أتمنى أن أوصلها لكل العالم، أتمنى كل العالم تعرف جرائم داعش. أتمنى من المجتمع الدولي أن يقوم بمحاسبة كل مجرم، كل من قام باغتصاب البنات الإيزيديات، كل من قام بتشرد المسيحيين والشيعة والشبك وغيرهم من الأقليات من بيوتهم. Nella gran parte dei nostri territori sono state ritrovate addirittura 37 fosse comuni fino ad ora. والتي للأسف لم تلقي العناية والفحص من قبل الحكومة العراقية أو المجتمع الدولي. Questo è stato considerato dalle autorità irachene e la comunità internazionale come prova sufficiente di genocidio. لا يجب أن يهاجر الملايين من بيوتهم. Non è giusto che milioni di persone lasciano le loro terre. يقتلون على الطرقات إلى أوروبا أو يموتون في المياه الدولية بين تركيا ويونان. Non è giusto che vengano uccise durante il tragitto verso l'Europa o muoiono nelle acque internazionali tra la Turchia e la Grecia. لا يجب أن يكون الإنسان سلعة. L'uomo non può essere una merce. لا يجب أن يجد الهارب من الإبادة أبواب العالم مسدودة أمام أطفاله. Una persona che è sfuggita dal genocidio non può trovare le porte del mondo chiuse davanti a sé e davanti ai suoi figli affamati. لا يجب أن يعيش في عالم يحكمه الموت والإرهاب والسلاح. Non possiamo vivere in un mondo controllato dalla morte, dal terrore e dalle armi.